إذا وضع شخص حديثا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي تكفيره وأطلب منه الدخول في الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد، لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.